السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروسنا على قناة ربيع الزيات. درس النهاردة هنتكلم عن المنظور وإزاي نقدر نصمم المنظور، بس الأول هنعرف شوية قواعد ونعرف إيه هو المنظور علشان لما نيجي نرسم رسومات ثلاثية الأبعاد نبقى عندنا خلفية عن بعض قواعد المنظور. من ضمن الأخطاء يا جماعة اللي بيقع فيها مبتدئ الرسم اللي هو ما بيبقاش عنده فكرة عن قواعد المنظور. طبعا الشكل اللي قدامه او الجسم اللي قدامه ما هواش على حقيقته بالظبط لما ببص ليه او لما بنظر اليه، ولكن بيبقى عليه تغيير بسيط كده، بيتغير على حسب موقع النظرة نفسها من الجسم. يعني انا مثلا لو ببص على حاجة هتختلف لو ببص عليها من الجانب التاني، او هتختلف لما ببص عليها من فوق، هتختلف من كذا اتجاه. تمام، تعالوا نشوف ايه هو المنظور. المنظور هو تمثيل الأجسام المرئية على سطح منبسط زي اللوحة مثلا، ولكن ما بتمثلهاش زي ما هي في الواقع، ولكن بتعملها أو بتمثلها بحيث إن هي تبدو لعين الناظر في وضع معين وعلى بعد معين. يعني بعمل المنظور ده برسمه على ورقة أو على حيطة بحيث يبان للشخص اللي قدامي إن هو شايف حاجة واقعية فعلا. طيب تعالوا نشوف بعض قواعد المنظور، احنا هنقولها سريعا ولكن هنعرفها بعد كده في بقية الدرس اللي جاي ان شاء الله. هنقول قواعد المنظور يا جماعة بتتلخص فيما يلي: كل الخطوط المتوازية بتلتقي عند نقطة معينة على خط الافق. يبقى الخطوط المتوازية تلتقي عند نقطة معينة على خط الافق. الخطوط المائلة تلتقي عند نقطة التلاشي وعلى خط الافق. تتقارب الخطوط العمودية كلما بعدت عن عين الناظر، وتصغر السطوح العلوية كلما اقتربت من خط الأفق، وتكبر السطوح الجانبية كلما ابتعدت عن نقطة التلاشي. طبعا في بعض المفاهيم دلوقتي احنا مش فاهمينها، ايه هي الخطوط المتوازية، ايه هو خط الأفق، ايه هو نقطة التلاشي. تعالوا نشوف ايه هو خط الأفق واحدة واحدة ونشوف القواعد دي بتقول ايه. خط الأفق يا جماعة هو الخط المستقيم الأفقي الذي يقع على مستوى عين الناظر، وهو يعلو وينخفض وفقا لعلو وانخفاض النظر عن سطح الارض. يعني لما ببص مثلا على حاجة بلاقي ان السماء لازقة في الارض، او في خط معين في النص بيقسم لي اللوحة في النص ما بين السماء والارض، الخط ده اسمه خط الافق. خط الافق والخط ده يا جماعة بيعلى ويوطى على حسب النظرة اللي انا ببص ليها. طب تعالوا عشان نتأكد من الموضوع ده تعالوا نعمل نشوف الفكرة اللي جاية ديت ونشوف شرحها ازاي. لو انا واقف دلوقتي يا جماعة على مستوى سطح البحر، انا كده دلوقتي واقف على مستوى سطح البحر، شايف قدام الشاطئ مقسوم اتنين، الشاطئ نفسه مقسوم اتنين، او يعني اللوحة اللي قدامي السماء والارض مقسومة اتنين، السماء والمية. لما ببص وانا واقف عادي بلاقي ان مستوى سطح المية يعتبر يعني هنقول تقريبا مساحة المية قد مساحة السماء. تمام، طيب لو وصيت لفوق، لو طلعت فوق على مكان عالي هلاقي ان مساحة المية زادت ومساحة السماء قلت. تمام، ده اسم خط الافق، بيعلو وينخفض على مستوى ايه، على المستوى اللي هو فيه بالنسبة للنظرة بتاعة الشخص نفسه. طب لو نزلت تحت، يعني انا اصلا واقف على الشاطئ على حاجة عالية، طب لو نزلت على الارض وقعدت في الارض هلاقي ان مستوى مساحة المية قلت جدا ومساحة السماء زادت. الخط اللي في النص ده هو خط الافق، خط الافق. وهنعرف دلوقتي ايه هو خط الافق وايه هي نقطة التلاشي. تمام، نقطة التلاشي يا جماعة بتسمح لينا ان احنا نحط الاجسام في مكانها الصحيح. نقطة التلاشي دي مهمتها كده. طيب خط الافق هو خط مستقيم تتتابعه بعينك، يعني بتمشي معاه بعينك سواء طلعت او نزلت، ويجتاز المنظر المرئي، يعني في حاجات هتبقى قدامه وهو هيبقى يعتبر ملغي وما بترسمش في المنظر، بنعمل الخط الوهم بتاعه وبنبدأ نحط عليه نقطة النظر بتاعتنا. طيب الخطوط كلها يا جماعة في المنظر بتلتقي عند نقطة واحدة، كلها في نقطة واحدة سواء النقطة دي في اليمين او في الشمال.
الخطوط دي او النقطة اللي هي بتتلاشى فيها كل الخطوط الزوايا عشان اعمل مثلا مكعب بيبقى ليه اتجاه معين، النقطة دي اسمها نقطة التلاشي. نقطة التلاشي هي النقطة اللي الاجسام فيها بتبدأ تبعد 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 لحد ما تبقاش موجودة خالص، اللي هي نقطة التلاشي. ونكمل الدرس بتاعنا ان شاء الله في الحصة الجاية، واشوفك على خير في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.